طيب، معي المهندس حسين سويدان، رئيس مصلحة الطرق والجسور. أهلا بك سيد سويدان. وبداية، لو تضعنا في صورة الأوضاع في المناطق المنكوبة، أوضاع الطرق والجسور هناك. نعم، تحية لك حياكم الله. ولقناتكم الكريمة على تسليط الضوء للأضرار الحاصلة بالمنطقة الشرقية. أهلا وسهلا، حياكم الله. في البداية أترحم على كافة الضحايا الذين سقطوا نتيجة آثار دانيال والذي ضرب المنطقة الشرقية للأسف الشديد. طبعا على الفور تم إنشاء غرفة طوارئ تتكون من رئيس فرع المصلحة عثمان، وكذلك رئيس فرع المصلحة جبل أخضر، ورئيس فرع المصلحة درنة، وكذلك فرع بنغازي، مع مدير إدارة الفروع وبرئاسة رئيس المصلحة، وذلك لاستقبال نداءات الاستغاثة والانهيارات الحاصلة بشبكة الطرق العامة بالمنطقة. كما تم تكليف شركة الأشغال العامة جبل أخضر لما تمتلكه من إمكانيات ومعدات لتقديم كافة المساعدات للمواطنين في المناطق المنكوبة وفتح الممرات وتمهيد الطرقات أمام المواطنين، وكذلك الحلول لتجمعات مياه الأمطار وكل ما يلزم له العمل. الغرفة يعني قامنا بواجبها، الموجودين في مكاتبنا حتى هذه الساعة لاستقبال وحصد كافة الانهيارات والمشاكل في شبكة الطرق العامة. الحقيقة الوضع للأسف كارثي جدا. هناك انهيارات في الطرق الرئيسية مثل يعني طريق شحات سوسة، انهيار كامل لهذا الطريق الرئيسي والطريق الرابط بين المخيلي والجبل الأخضر، وكذلك الوضع بمدينة المرج يعتبر كارثي حيث جرفت السيول عدد كبير من المنازل، وكذلك حي جنين بمدينة البيضة، وحاليا نستقبل في الانهيارات الموجودة بمدينة درنة. كذلك الوضع يعني يعتبر مخيف جدا. تم تكليف فريق فني للذهاب إلى المنطقة الشرقية لتقييم الأضرار الناتجة عن هذا الإعصار لوضع الحلول السريعة. طيب، مهندس الحسين، مهندس حسين، ربما الحديث عن الصيانة وربما حصر الأضرار وكذا، هذا ممكن حديث متقدم، لكن الآن مثلا فرق الإنقاذ تحتاج إلى شق طرق بشكل عاجل أو تهيئة مسارات حتى بديلة وترابية للوصول إلى هذه المناطق المنكوبة. هل تعملون على هذا الشيء، على مساعدة فرق الإنقاذ والإغاثة، ومن هي الجهة التي يمكن أن تقوم بهذه الأعمال؟ نعم، تم تكليف شركة الأشغال العامة. نعم. من يوم أن شركة الأشغال العامة جبل الأخضر. نعم. وهي شركة مملوكة للدولة. نعم. تمتلك العديد من الآليات وتم تكليفها لفتح مسارات بديلة وتمهيد المسارات للحركة المرورية لفرق الإنقاذ والطوارئ، وحاليا تشتغل داخل مدينة البيضة بالفعل، وحنوافيكم يعني بصور حصرية لهذه الأعمال. طيب، الصور اللي تم نقلها من المناطق المنكوبة مهندس الحسين صور يعني مفزعة حقيقة، وربما لأول مرة الليبيين يشوفوا مثل هذه الصور لطرق وجسور انهارت وغيرها. ما الذي أدى إلى انهيار هذه الطرق بهذا الشكل؟ هل هو تهالك هذه البنية وانعدام أعمال الصيانة وغيرها، أم أن قوة الإعصار وقوة المياه والسيول تفوق كل التوقعات؟ نعم، هو الآثار دانيال يعني فاق يعني التوقعات. احنا فينا اعداد الخرائط والتصاميم لتنفيذ شبكة الطرق العامة، فناخذ يعني في اعتبارنا يعني كميات هطول الأمطار ل 20 و 30 سنة، واحتساب الكميات لاعداد هذه لتصميم هذه العبارات، ولكن كمية السيول والهطول معدل هطول الأمطار كان يفوق التوقع وخارج عن إرادة مصلحة الطرق والجسور وكذلك المواطن الكريم.
نعم، في الأيام القادمة قلتم أرسلتم الآن فريق فني أو تم إعداد فريق فني ليذهب إلى المناطق، في الأيام القادمة سنشهد أعمال لصيانة هذه الطرق. بعون الله مبدئيا حيتم يعني فتح مسارات بديله لانسيابيه الحركه المروريه لمستخدمي شبكه الطرق العامه الى حين الحصر والبدء في صيانه وعوده يعني الحركه المروريه لطبيعتها ان شاء الله. نعم، أشكرك جزيل الشكر المهندس حسين سويدان رئيس مصلحة الطرق والجسور، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس، أشكرك جزيل الشكر.